سنناقش معك موضوع العولقي، ولكن أيضا سنتطرق إلى موضوع توحيد الشعارات ما بين سوريا واليمن قبل مناقشة موضوع العولقي. هل ترى تشابها في التحركات في الشارع اليمني والسوري لتوحيد الشعارات وتوحيد جمعة التحرك؟ يعني بالتأكيد هذا يعبر عن وحدة الشعور في ليس فقط بين الشعب السوري والشعب اليمني، وإنما بين سائر الشعوب العربية. الكل في الشوارع العربية يخرج من أجل الحرية ومن أجل الكرامة، وهذا وإن فرضت الدولة القطرية إيقاعها على الجماهير العربية، إلا أن وحدة الشعور ووحدة الهدف يعني تبقى قائمة بين سائر الدول العربية. الآن المشهد اليمني والمشهد السوري يتصدر الوعي الجمعي للأمة العربية والإسلامية بعد نجاح 3 ثورات سابقة. هذا يؤكد أن هناك وحدة شعور قائمة بين كل الجماهير العربية في سائر الدول العربية، وأن المطلب الأساسي مطلب الحرية والكرامة، وبعده الوحدة، هو مطلب جمعي لهذه الأمة. هذه مسألة بالغة الوضوح. ومسألة شامنا ويمننا يعني هي أيضا الدلالة الدينية لا تخفى أن الشعار هو جزء من حديث نبوي، وربما هذا يعني يأتي ردا على بعض الاستخدام المتعسف للمسألة الدينية في مواجهة الشارع الشعبي في سوريا. يستخدم بعض العلماء للقول بأن الذين يعني يخرجون إلى الشوارع هم خوارج. يحدث هذا في اليمن، ومسألة الفتوى التي استجلبها علي عبد الله صالح من بعض من فريق من علماء اليمن، هذه محاولة لاستخدام الشعار الديني في مواجهة الشعار الديني الذي يتصدر في المقابل الشارع الشعبي، لا سيما في أيام الجمعة. مسألة تصدر المساجد للثورة الشعبية في كل العواصم العربية، هذه مسألة بالغة الوضوح. الآن النظام العربي الرسمي يريد أن يستخدم ذات الشعار الديني في مواجهة الحشد الشعبي، وبالتالي يستخدم بعض العلماء الذين يقبلون أن ينضبوا تحت لواء السلطان وتحت عباءته من أجل مكاسب هنا أو هناك، يريد أن يستخدم هؤلاء في مواجهة المد الشعبي الذي يتوسل بدوره الشعار الديني بوصفه المحفز على التضحية، لا سيما في بعض الدول العربية التي يواجه بها المتظاهرون بالرصاص. هذه الروح الدينية إذا صح التعبير الذي ينهل منها الشعبان السوري واليمني، هل هي عامل إيجابي أم سلبي بحق تحقيق المطالب بدرجة أولى؟ يعني الشارع اليمني والشارع السوري شارع متدين لا خلاف على ذلك، وربما بالذات في الحالة السورية هناك حاجة للدافع الديني من أجل التضحية. الذين ينزلون إلى الشوارع في اليمن ليسوا كالذين ينزلون إلى الشوارع في سوريا على سبيل المثال، لأن حجم القتل في سوريا حجم كبير جدا، والاعتقال في وعي السوريين يعني ربما يتفوق على القتل هناك. المقصود أن الغرب ينظر إلى هذه التحركات وكأنها تحركات إسلامية، وهنا مغزى السؤال، هل هي لصالح التحركات في الشارع أم ضدها؟ يعني أنا في تقديري أن الموقف الغربي لا يؤيد هذه الثورات برمتها. هناك تواطؤ بين عدد من الأنظمة العربية الرسمية ربما أكثرها ومع الغرب من أجل وقف مد الثورات العربية. ربما هذا هو الذي جمع الثورة السورية إلى الثورة اليمنية. هناك شعور بأن ثمة تواطؤ من أجل وقف مد الثورات برمتها، يريدون أن يوقفوا هذه الثورات بأي شكل من الأشكال، لا يريدون أن يستمر مسلسل النجاح، وهذا الذي يجري. يعني في اليمن على سبيل المثال هناك وضوح أن هناك تواطؤ من بعض دول الجوار يحول أو يحمي علي عبد الله صالح من السقوط حتى في الوضع السوري. هناك من يريد أن ينقذ بشار الأسد، وهناك من يريد أن يبقي على الوضع على ما هو عليه. حتى الكيان الصهيوني يعني يشعر بأن الأفضل بالنسبة إليه أن يبقى الوضع على ما هو عليه. يقولون أن الشيطان تعرفه أفضل من شيطان لا تعرفه، وبالتالي هناك شعور في البلدين وربما في الشارع العربي بأن لا الغرب ولا الأنظمة العربية الرسمية معنية باستمرار هذه الثورات ولا بنجاحها، ولذلك هناك تواطؤ في مواجهة هذه الثورات. وربما هذا هو الذي دفع الثائرون في اليمن، دفع الثائرين في اليمن وفي سوريا لأن يتوافقوا على هذا الشعار. هو بالتأكيد له بعد ديني، لكنه له بعد وحدوي، وله بعد يتعلق بالشعور العام بأن هناك من يريد إفشال الثورات ووقف مدها بأي شكل من الأشكال. سؤالي الأخير فيما يتعلق باليمن، توحيد الشعارات والتسميات هل سيكون لها وقع على الأرض أم أنها معنوية فقط سيد ياسر؟
لا بالتأكيد هناك الشارع اليمني أثبت إصرارا غريبا على سلمية الثورة في مواجهة عصف النظام، لكن بالتأكيد التدخلات التي تأتي من دول الجوار هي التي تدعم هذا النظام، لكن في تقديري أن هناك يعني بعض التلكؤ من قبل قوى المعارضة في قيادة الشارع باتجاه الوصول إلى الحسم الثوري كما يسميه الشباب اليمني، لكن يعني هذا الإصرار العظيم من قبل الشعب اليمني على ثورته لابد أن يأتي بنتيجة، وهذا الدعم الخارجي للنظام اليمني لن يأتي بنتيجة. في نهاية المطاف النظام ساقط لا محالة، سواء في اليمن أو في سوريا الناس خرجت إلى الشوارع من أجل أن تحقق الانتصار، ولن تعود إلا قبل أن تحقق هذا الهدف بأي حال من الأحوال مهما بلغت التضحيات ومهما امتد الزمن. في موضوع العولقي إذا سمحت، أولا ما رأيكم بالتوقيت، توقيت القتل أو الإعلان عن القتل؟ أنا في تقديري أن هناك ملاحقة لهذا الرجل على وجه التحديد، هناك تواطؤ بين النظام اليمني وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بملاحقة بعض رموز القاعدة في الساحة اليمنية. طبعا القاعدة في اليمن تستخدم من قبل النظام من أجل بيع مواقفه للغرب، وبالتالي الحصول على دعم الغرب ليس منذ اندلاع الثورة وإنما قبل ذلك. يعني فزاعة القاعدة كان يستخدمها النظام بطريقته الخاصة، ليس هناك بالفعل وجود شعبي أو حاضنة شعبية للقاعدة في اليمن. الحاضنة الشعبية الحقيقية هي للثورة السلمية وليس للعنف المسلح في مواجهة النظام، لكن النظام طوال الوقت استخدم الحوثيين في سياق جلب الدعم العربي أو الخليجي وجلب الدعم الغربي، وطبعا استخدم السياق الإيراني هنا. القاعدة أيضا استخدمت من أجل جلب الدعم الغربي والدعم الأمريكي على وجه التحديد، وسمح للطائرات الأمريكية بدون طيار أن تواصل تجوالها في السماء اليمنية وتلاحق بعض رموز القاعدة. بالتأكيد العولقي يمثل بعض الخطر على الولايات المتحدة، لا سيما أنه يمثل الجيل الثالث. باختصار شديد، هل سيكون هناك تداعيات على القاعدة بعد العولقي؟ باختصار لو سمحت. أنا في تقديري أن القاعدة الآن لم يعد لها ذلك الحضور فيما يتعلق بالعنف المسلح، الحضور الشعبي الآن هو للثورات السلمية في مواجهة الأنظمة، وحتى أسامة بن لادن في رسالته الأخيرة دعم الثورات الشعبية، وكل ربما الآن هناك تحولات في فكر السلفية الجهادية باتجاه دعم الثورات الشعبية بعد أن أثبتت نجاحات كبيرة في مواجهة هذه الأنظمة أكثر من العنف المسلح الذي تتبناه مجموعات صغيرة، وبالتالي مسألة القاعدة هي فقط فزاعة يستخدمها النظام اليمني، وربما قتل العولقي هو مكافأة للأمريكان على الدعم الذي يؤدونه واضح للنظام اليمني في مواجهة المد الشعبي. ياسر الزعاترة الكاتب والمحلل السياسي من عمان، شكرا لكم. إلى هنا